طيب اليوم إن شاء الله بدنا نحكي على Machine Learning Strategies. الفيديوهات السابقة كنا نحكي على الـ Optimization، تحسين الـ Gradient Descent. إيش هي الشغلات اللي أنا ممكن أسويها لتحسين الـ Gradient Descent؟ يعني مثلا على سبيل المثال، كيف إنه أنا أحسن اختيار الهايبر باراميتر، كيف ممكن إنه أحسن استخدام الـ Optimizer. فشفنا أكثر من Optimizer، زي مثلا إنه دخلنا المومنتوم والـ RMS Prop، وشفنا الادم اوبتمايزر اللي هو عباره عن كومباينيشن بين الاثنين. الان بدنا نشوف يعني كيف ممكن نستخدم الماشين ليرنينج استراتيجي وانه تساعدني بشكل كتير في الموضوع. هجيت نشوف ليش انا محتاج استراتيجيه. لنفترض انه انا في عندي التطبيق تبعي المعروف انه انا محتاج لكلاسيفاير يصنف الكات والبيبي تشيكن والدوغ والبيرد والامور هذه كلها، وجبت تقريبا 90%. 90% هذه انا بدي احسنها، فايش في عندي افكار ممكن انا اجربها؟ ممكن انا اجمع بيانات اكثر، ممكن انوع في الداتا سيت تبعتي، اجمع الداتا سيت وتكون انه هي متنوعه، مشوار متنوعه من ناحيه الجوده ومن ناحيه المناطق وهكذا. يعني ممكن ادرب النتورك لفتره اطول باستخدام الجريديانت ديسنت، ممكن بدل الجريديانت ديسنت اجرب ادم، تمام؟ ممكن اجرب شبكه اكبر، ممكن اجرب شبكه اصغر، ممكن اجرب الدروب اوت، ممكن اجرب ريجولايزيشن، ممكن اجرب نتورك اركيتكتشر مختلفه. وهذا يتضمن انه انا ممكن اجرب سي ان ان، واللي احنا حناخدها ان شاء الله بعد هذا الباب، او ار ان ان، او اغير في الاكتيفيشن فانكشن، او اغير في عدد الهيدن يونتس. زي ما انتم شايفين في خيارات كتير في اي اتجاه اتحرك، محير الامر. فعشان هيك انا بحتاج لاستراتيجي. واضح؟ هذه خيارات اوبشنز ممكن انا استخدمها عشان اعمل يعني تحسين، لانه ارفع نسبة ال 90% هذه، ازود نسبة الدقة، تمام؟ فانا في عندي خيارات كتير، تمام؟ كيف بدي ارتب الخيارات؟ هذه محتاجة استراتيجية. ايش هي الاستراتيجية هذه؟ اول مفهوم انا عندي اسمه الاورثوغنالايزيشن. الاورثوغنالايزيشن اللي هو مفهوم التعامد، تمام؟ مفهوم التعامد يعني عشان نقدر ان احنا نفهمه، بدي اياكم تصحصحوا معاي وتتخيلوا انه التلفزيون القديم اللي كان عندكم في البيت، اذا انتم لحقتوه اصلا، بيكون في عندي عدة مفاتيح، تمام؟ مفاتيح تتحرك بهذا الشكل زي ما انتم شايفين هنا، يعني انه هذا المفتاح زي هيك، تمام؟ بتحرك حركة دائرية بهذا الشكل، بلفه هيك وهيك. هذا المفاتيح في عندي عدة مفاتيح، مفتاح بتحرك انه في الصورة، انه قديش الالاينمنت تبعها من ناحية فيرتيكال ومن ناحية هوريزونتال، وقديش انه تمطيط الصورة من يعني مثلا من الاسفل، قديش انه انت تزيد سعة الصورة، قديش تعملها روتيشن. فعندك لكل حاجة مفتاح. تخيلوا انه انا يكون في عندي مفتاح واحد، وفي هذا المفتاح بقدر اغير هذه الشغلات كلها، تمام؟ فبالتالي في المفتاح الواحد بطلب منه انه يحرك مثلا الصورة بشكل فيرتيكال بمقدار 1/10، بشكل هوريزونتال بشكل 3/10، تمام؟ طبعا هنا يعني موجب وسالب، يعني نحركها باتجاه اليمين بالموجب، بس باتجاه السالب على اليسار، وهنا ناقص 1.7. في هذه الحالة انه هو ايش حيعمل؟ حيعمل تقليص للصورة من الاسفل بهذا المقدار وهكذا، تمام؟ فهذه هي مفهوم الاورثوغنالايزيشن، انه يكون في عندي مفتاح واحد بقدر من خلاله اتحكم في عدة شغلات في آن واحد. وهذا الكلام ممكن برضه نطبقه على السيارة. في السيارة ايش ممكن يكون في عندي؟ ممكن يكون في عندي انه انا بتحكم في الستيرينج، في عجلة القيادة، تمام؟ بالإضافة للأسيليريشن والبريك اللي هو دواسة البنزين ودواسة الفرامل. هاي الشغلات الأساسية اللي أنا بسويها في السيارة. تخيلوا يكون في عندي مفتاح واحد بقدر إن أنا أتحرك أتحكم فيه في هذه الشغلات، يعني اللي هي مثلا 3/10 بقدر
الانجل تبعت الستيرينج ناقص 8 من 10 من السبيد، او ممكن يكون في عندي معادله ثانيه 2 ضرب الانجل تبع السبيد تبع عجله القياده زائد 9 من 10 من السبيد. فبالتالي بدنا نتخيل الاورثوغوناليزيشن هنا، وخاصه انا في عندي هنا شغلتين اللي هو الزاويه تبعت الستيرينج عجله القياده والسبيد اللي هي السرعه. السبيد مش بالضروره تكون دائما انه سرعه بالموجب، ممكن انه انا ادعس على البريك في هذه الحاله انه بيكون في عندي تباطؤ مش تسارع. تمام؟ فهدول الاثنين مع بعض بيحددوا الاتجاه تبعي انه انا بهذا الاتجاه. وعشان تتخيلوا الموضوع الامر انه انا ازاي حركه الستيرنج في سرعه عاليه بتختلف بدرجه كتير كتير كبيره على حركه الستيرنج لما تكون السرعه بطيئه. تمام؟ فبالتالي الاتجاه بيتغير على حسب السرعه، مع انه انا حركت الستيرنج بزاويه معينه ولكن الاتجاه بيتغير بشكل كتير كتير كبير. فهذا هو مفهوم الاورثوغوناليزيشن. فمفهوم الاورثوغوناليزيشن بمعنى انه انا لما احرك في شغله معينه بده يتاثر الشغلات الثانيه. نشوف هنشوف ايش التاثير تبعه او وين ممكن ان انا استخدمه. الاستخدام تبعه انه انا بده يكون في عندي هنا تجميع للمفاتيح هذه. ايش التجميع هذا؟ بده يكون في عندي سلسله من الفرضيات في الماشين ليرنينج. ايش اول فرضيه؟ الفرضيه الاولى اللي هي انه الموديل تبعي يفت على التريننج سيت بشكل جيد. تمام؟ في هذه الحالة انه لو ما كانش فت بشكل جيد لدرجة تقارب الهيومن ليفل بيرفورمانس، وحنحكي عن ايش هو الهيومن ليفل بيرفورمانس. تمام؟ في هذه الحالة بدي اجرب انه احرك مفتاح. المفتاح هذا بيتحكم في عدة شغلات. ايش هي؟ قديش انه النتورك كبيرة. تمام؟ او انه استخدم اوبتمايزر ثاني مثل الادم وهكذا. طيب كان انه خلاص انه انا وصلت للهيومن ليفل بيرفورمانس اللي انا بدي اياه، يبقى انه انا بدي انتقل للخطوه الثانيه في السلسله تبعتي في الفرضيات تبعتي اللي هو انه فت للديف سيت بشكل جيد. تمام؟ فاذا كان فت خلاص بنتقل للفرضيه اللي وراها، ما كانش فت بشكل جيد ايش بسوي؟ بروح بلعب في المفتاح الخاص تبع الديف سيت. ايش المفتاح الخاص تبع الديف سيت؟ انه انا بجرب شغلات مختلفة عن المفتاح هذا. هذا المفتاح بجرب شبكة اكبر، لكن هنا انه حكينا انه الديف سيت لما يكون التريننج الديف ايرور اكبر من التريننج ايرور، في هذه الحالة بيكون في عندي فاريشن. وعشان اقلص الفاريشن ايش بسوي؟ بطبق ريجولايزيشن. صح؟ انه انا بخلي النتورك انه هي تنسى اللي اتعلمته، تبطل اللي هي تحفظ وتحاول انه تاخذ فرصه اكثر انه هي تتعلم، بحيث انه تقلل الديف ايرور. فبالتالي اللي انا بدي اوصله انه مجموعه المفاتيح اللي هنا مختلفه عن مجموعه المفاتيح اللي هنا. تمام؟ والله كانت الامور تمام على الديف سيت، بنتقل على التست سيت. في حال انه التست سيت كان الاداء فيها سيء، المفتاح اللي انا ممكن انا اتحرك فيه اللي هو يعني كان اداؤه جيد على الديف سيت، لكن التست سيت ما كانش اداؤه تمام. ساعتها الشغله الوحيده اللي انا ممكن اجربها مثلا على سبيل المثال انه انا ممكن انا اكبر الديف سيت يعني شويه بحيث انه تكون ريبريزنتيتيف اكثر يعني. تمام؟ كان اداؤه كويس في التست سيت، معنى ذلك انه راح يكون لما نزلوا للبرودكشن راح يكون اداؤه تمام في الريال وقت. تمام؟ واضح مفهوم الاورثوغوناليزيشن؟ انه بده يكون في عندي مجموعه من المفاتيح تتحكم في بعض، يعني في مجموعه من الاشياء مع. تمام؟ طيب كذلك من احد الاستراتيجيات اللي هي انه انا احدد الجول تبعي. من اساليب تحديد الجول بدي احدد سنجل نمبر ايفالويشن متريك. سنجل ايفالويشن متريك هذه شغله كثير اساسيه. كيف؟ خلينا نضرب مثال هنا. في المثال اللي هنا انه زي ما انتم شايفين، زي ما انتم عارفين انه الماشين ليرنينج بروسيس هي عباره عن اتريتيف بروسيس، صح؟ تمام؟ ف
فتخيلوا انا في عندي جربت اكثر من كلاسيفاير، كلاسيفاير اي وكلاسيفاير بي، وكنت المتريكس تبعتي كنت بستخدم البريسيجن والريكول. الان لما بدي اجي اختار بين الكلاسيفايرز هدول كيف بدي اختار؟ طلعوا معي هنا الكلاسيفاير اي البريسيجن تبعه، يعني لو بدي اقارن البريسيجن مين اعلى، كلاسيفاير اي ولا بي؟ بي. اما في الريكول الكلاسيفاير اي، طب مين اختار؟ في متريك كلاسيفاير اعلى، في متريك تاني كلاسيفاير تاني اعلى، فمحير الامر. فعشان هيك انه الاستراتيجيه هذه انه انا استخدم سنجل ايفالويشن متريك، خلص بطلع على الايفالويشن متريك هذا، واللي هو حيكون في هذه الحاله بعمل هنا عمود جديد بضيف الاف 1، واكيد درستوا الاف 1 وعارفين المعادله تبعته انه هو عباره عن الهارمونيك مين بتوين البريسيجن والريكول، وهي المعادله تبعته. ساعتها خلاص بريح راسي، بدل ما اطلع على البريسيجن والريكول بروح بطلع على الكلاسيفاير اللي له اعلى اف سكور. تمام؟ فلما يكون في عندي كلاسيفاير وبقيس باكثر من مترك، هذا الامر بصير محير. ممكن يكون في مترك احسن من مترك، يعني كلاسيفاير احسن في مترك ولكن اسوأ في مترك ثاني. فبالتالي الاحسن ان استخدم مترك واحد يكون مناسب لهذه التاسك. تمام. مثال ثاني، في المثال الثاني انه انا هنا المتريك تبعي اللي هو الارقام هذه اللي انتم شايفينها هي عباره عن ايرور، الايرور ريت، لانه هي 3% 7%، ولكن الايرور ريت هنا رحت عملته لكل منطقه. نرجع بنذكر انه هذه للكات كلاسيفاير، في الكات كلاسيفاير تمام رحت يعني قسمت انه الايرور للكاتس تبعت اليو اس 3% والايرور تبع الكاتس في الصين 7% والهند 5%. لو بدي اجي اطلع كم كلاسيفاير عندي A B C لغايه الاف، بدي اختار واحد منهم، هل من السهل انه اختيار كلاسيفاير وانا عندي انه مقسم، انا عندي نسبه الايرور على حسب المناطق بهذا الشكل؟ صعب جدا. فشو الحل؟ الحل انه انا بروح بعمل عمود جديد هنا اسمه average. تمام، خلاص بصير بتطلع على الـ average error rate بالنسبة للمناطق كلها. فأنا بدي أفضل كلاسيفاير الـ average تبعه في كل المناطق أقل ما يمكن. تمام؟ أوكي؟ طيب برضو من تحديد الاهداف انه انا ممكن انه انا اعدل من الاوبتمايزيشن ماتريكس تبعتي بحيث انه تكون يعني احقق قيود معينه، كونسترينت معينه. يعني لنفترض انه انا في عندي ثلاثه كلاسيفاير هنا A B C، وعندي الكلاسيفاير هذا انه النسبة تبعته 90%، هذا 92%، 95%، مين افضل؟ سي. تمام؟ لكن لو انا حطيت constraint مثلا انه والله بدي اخذ بعين الاعتبار الرننج تايم، الديكودينج تايم، لانه الديكودينج تايم مهم جدا بالنسبة لي. ليش؟ لانه انا بستخدمه هنا في ابلكيشن اسمه ويك ووردز او التريجر ووردز. ايش التريجر وورد؟ ايش التطبيق هذا؟ التطبيق هذا مستخدم في الجوالات مثلا على سبيل المثال، لما باجي بحكي هي سيري اعمل قديش الساعه قديش حيأذن المغرب مثلا على سبيل المثال، او اوكي جوجل. فهو بكون شغال مشغل الميكروفون قدر الامكان، بصير في عفوا مشغل الميكروفون طوال الوقت. متى بصير في تريجر للابلكيشن؟ اذا سمع الكلمه هذه اللي هي سيري او جوجل، او حتى ممكن انا اعدلها يعني في هذا التطبيق. هذه الشغله انه لها تطبيقات عديده، يعني تطبيقات عديده، يعني مثلا على سبيل المثال في مراقبه مثلا
في مراقبة مثلا إذا كان في حريق في مبنى معين أو لا، فإذا كان في عندي مايكروفونات في المبنى فبصير في عندي اكتيفيشن للإجراءات الخاصة بمكافحة الحريق. إذا سمعت إنه في المبنى الناس قاعدة بتقول حريق حريق أو نار مثلا على سبيل المثال، فبكون الميكروفون شغال طول الوقت، لما يسمع كلمة هذه كلمة نار أو كلمة حريق فبصير فيه له اكتيفيشن. طيب ماشي، يبقى الرننج تايم أنا عندي مهم، فأنا بدي أختار accuracy و running time. فإيش أعمل؟ هلا لو عملت linear combination بيناتهم إنه الـ accuracy ناقص 0.5 في running time، مش من الحكمة إن أنا أسوي شغلة زي هيك وأنا أعمل linear combination بيناتهم. إيش الأفضل؟ الأفضل إنه أنا أحط set of rules مع constraint. إيش يعني؟ إنه أنا بدي maximize للـ accuracy، بدي أفضل accuracy بس في نفس الوقت انه subject that لا subject to انه running time يكون اقل او تساوي 100 ملي سكند. فانا بدي افضل كلاسيفاير بس الرننج تايم تبعه اقل من او تساوي 100 ملي سكند. في هذه الحاله هذا حيتم شطبه خلاص، فبالتالي انه افضل كلاسيفاير هو 100. تمام، هو افضل كلاسيفاير الاكيورسي تبعته اقل من او تساوي 95%. كيف؟ صحيح، مش لواحد منهم، انا بدي افضل اكيورسي بطبيعه الحال، بس انه الكونسترينت الثاني اللي هو مثلا على سبيل المثال الرننج تايم بحط ليميت له، انا بدي الديكودينج تايم ما يقلش عن كذا لانه انا بدي اركبه على جوال مثلا، او يكون مثلا السايز تبع النتورك ما يزيدش عن كذا عشان حركبه على جهاز صغير الذاكرة تبعته محدودة، فبحدد انه ايش هو الكونسترينت هذا او ايش هو القيد هذا، حددته خلاص بختار افضل كلاسيفاير بحقق الشرط هذا. تمام. طيب برضو من ضمن الشغلات اللي هو الترين تيست ديف تيست ديستريبيوشن، وهذا الكلام حكينا عنه سابقا مش حشرح فيه كتير لانه حكينا عنه اوريدي سابقا. هنا بحكي انه انا لو كانت انا عندي التطبيق تبع الكلاسيفيكيشن الكات والدوغ، انا عندي الديف سيت كانت انه من المناطق، من هذه المناطق مثلا اللي هو امريكا وبريطانيا واوروبا وجنوب جنوب امريكا او امريكا الجنوبيه. تمام، والتست سيت كانت لصور قطط من الهند والصين واسيا واستراليا. في هذه الحالة انه لا، مش من الصح انه يكون في عندي اختلاف في الديستريبيوشنز بين الديف والتيست تحديدا. فاحنا حكينا انه قدر الامكان لازم الديف والتيست يكونوا من نفس الديستريبيوشن. فايش الحل؟ الحل بعمل راندوملي شفل لهذه الداتا سيت بحيث انه يصير يتم توزيعها بشكل عشوائي بين الديف والتيست. تمام؟ طبعا هذه قصة حقيقية انه في فريق من الماشين ليرنينج انجينير كانوا بيعملوا اوبتمايز لديف سيت للون ابروفلز. اللون ابروفلز اللي هو اعتماد تمويل في البنوك مثلا، كانت الديف سيت اغلبها ميديوم انكم لناس الدخل تبعهم متوسط. تمام، بينما التست سيت كانت انه عادة بيتم تطبيقها على ابليكانتس بيكونوا من لو انكم، فبالتالي هنا في اختلاف في الديستريبيوشن. ضلوا تقريبا 3 شهور وهم يحاولوا ان هم يحلوا المشكلة، وهم اصلا في عندهم مشكلة في الديستريبيوشن تبعت الداتا سيت. فالجايد لاين زي ما حكينا انه الديف والتست انه تكونوا من سيم ديستريبيوشن، هذا الكلام حكينا سابقا ما بدي اضلني اكرر فيه بشكل كثير كبير. بالنسبه للسايزز، للسايز تبع الديف والتست سيت، هذا برضو الكلام احنا حكينا بس بدي ارجع اعيده بشكل سريع. حكينا انه ما قبل عصر الديب ليرنينج انه احجام البيانات انا عندي 100 1000 10000. تمام، حكينا انه التوزيعات عادة ممكن تكون ترين تيست 70 30، او لو بدي اقسم 3 تقسيمات 60 20 20. تمام، حكينا انه التقسيمة هذه بطلت انه يعني في عصر الديب ليرنينج لما يكون في عندي مليون سجل فاكثر، ففي هذه الحالة بيكون في عندي التقسيمة 98 1% 1%، لانه ال 1%
من ال100,000، من المليون عفوا، بتطلع انا عندي 10,000 بتكون fair enough او good enough للتستنج. تمام. في شغلة هنا بدي أرجع أكد عليها مرة ثانية، إنه 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 أقسم التقسيمة تبعتي، بس ما بيكون في عندي هنا تيست سيت. هنا في هذه الحالة بيكون في عندي ترين وديف فعليا. في هذه الحالة إنه يعني بشتغل، وبيكون في عندي هاي كونفيدنس إنه الأوفر أول بيرفورمانس تبع السيستم حيكون تمام لما أنزله للبرودكشن. طبعا هذا البراكتس مش شائع على الإطلاق، ولا ينصح إنه أنا ما يعني ما يعني إنه أنا أسويه في الماشين ليرنينج بروجيكتس اللي أنا بشتغل عليها. أفضل حاجة إنه أنا أقسم البيانات أنا عندي لثلاث أقسام، لترين أدرب فيه عليه الموديل، الديف أختار فيه أفضل موديل بين عدة موديلز، والتيست عشان أتأكد إنه حيكون إنه الموديل شغال في البرودكشن. هذه أفضل براكتس، فبالتالي إنه تقسيم لقسمين فقط هذا لا ينصح فيه. تمام. نيجي لاستراتيجية جديدة، وهي التشينج للمتريكس، للديف والتست متريكس. تمام. الآن لو اعتمدت متريك معينة، على سبيل المثال هاي المتريك المعتمدة أو اللي اعتمدتها في التطبيق هذا، اللي هي الكلاسيفيكيشن ايرور، وفي عندي الجورثم A والجورثم B، كلاسيفاير A وكلاسيفاير B. واحد A الايرور تبعه 3% وبي 5%، مين افضل؟ 3%. تمام. لكن ال 3% انه في اشكاليه، الاشكاليه في انه هو يعني الوظيفه الاساسيه تبعته انه تصنيف الكات يعني تصنيف الكاتس. تمام. لكن انه في بعض الاحيان انه يعني ممكن انه هو يصنف صور اباحيه بورنوغرافيك، ممكن انه يصنفها على اساس انه هي كات، صور اباحيه انه بروح بصنفها على اساس انه هي كات. نادره هذه الشغله، ولكن مزعجه بشكل كتير كتير كبير في الابلكيشن للمستخدمين. في هذه الحاله بدي اضطر انه انا اعدل المتريك. تمام. بديش اعيد تدريب، بدي اعدل المتريك. كيف تعديل المتريك؟ كيف انا بحسب الايرور؟ طلعوا على المعادله. حساب الايرور انه انا بدي اعد عدد المرات اللي الواي بريدكت ما بتساوي الواي ترو، بحسبها كنسبه مئويه. كيف بحسبها كنسبه مئويه؟ بروح بعمل كاونت للواي بريدكت لا تساوي الواي ترو، وبروح بقسم على واحد. هيو شوف لي، شوف معايا الترم هذا، الواحد على الام تبعت الديف، اللي هو عدد الاكزامبلز تبعت الديف. هذه عباره عن نسبه مئويه، بعد فيها لما اقول نسبه الايرور 3%، معنى ذلك انه انا عديت عدد الحالات اللي صار فيها انه مس كلاسيفيكيشن، وقسمتها على عدد السجلات كلها. تمام. فهذا الترم انا بدي الغيه. وايش راح اضيف؟ راح اضيف هنا ترم جديد اللي هو الدبليو في المعادله هذه، هذه المعادله الاصليه. هاي معنى الكلام هذا انه انا بدي اعمل تشينج للمتريك. تمام. فرحت هنا ايش اللي ضفته؟ ضفت هذا الدبليو. هذا الدبليو هو عبارة عن ويت. ايش الويت هذا؟ انه انا بدي احسب الغلطة بعشر غلطات اذا صار وعمل الكلاسيفاير الحركة هذه، اللي هو انه هو انه انه صورة اباحية راح صنفها على اساس انه هي كات. تمام. فبالتالي هنا بقول انه الدبليو بتساوي واحد. تمام. اللي هو الايرور حيكون نفسه إذا كانت إنه الـ XI اللي هي الصورة ما كانت نان بورن، ما بتحتوي على صورة إباحية، وبتساوي 10، معنى ذلك إنه الغلطة راح تكون بعشر غلطات، أو ممكن أحطها بعشرين غلطة أو حتى 100 غلطة إذا كانت الـ X عبارة عن بورن. في هذه الحالة كلاسيفاير B بيكون أفضل، إذا كان هو فعلا إنه كلاسيفاير بي إنه يعني إنه ما بيغلط يعني في البورن. أي نعم بيغلط شوية في الكات. تمام. ولكن إنه البورن ما بيغلط فيه. فبالتالي إنه أنا عدلت المتريك بحيث إنه هي ترضي المستخدم.
من ناحية علمية مين اللي أقل إيرور؟ 3%. لكن أنا ما بدي إزعاج للمستخدم على الإطلاق، فبالتالي بروح بعدل المدريكس بحيث إنه لما أستخدم المعادلة الجديدة هذه الجورثيم بي راح يكون هو الأفضل، لأنه هنا 3% هذه راح ترتفع. ليش؟ لأنه في الصور اللي صنفها اللي كانت بتحتوي على محتوى إباحي وصنفها إنه هي كات، راح تصير الغلطة تبعتهم 10 غلطات، حتبطل 3%، حيزيد عن 3%. تمام؟ واضح؟ طبعا في موضوع منفصل، يعني هذا ما بيمنع انه انا اغير الكوست تبع الايرور اثناء التدريب، هذا برضو الاشي يعني وارد، وهذا يعني مستخدم في تطبيقات، يعني على سبيل المثال في تعليب الاسماك. افترضوا انه مصنع تعليب اسماك بيعلب سمك السلمون. سمك السلمون يعتبر من اغلى الانواع، تمام؟ لما انا اصطاد سمك السلمون ممكن انه يجي معاه سمك تاني بس نادر، تمام؟ فبالتالي انه كيف بدي اعمل تصنيف لهذا؟ فبدي اروح اقول له انه الايرور لما انت تصنف نوع تاني غير سمك السلمون، ساعتها بدي ازود الغلطة تبعتك، بدل ما تكون غلطة بزودها ب 10 غلطات او 20 غلطة مثلا على سبيل المثال. ليش؟ لانه يعني انا بنفس المبدأ انه انا ما بديش ازعاج للزبائن. تخيل الزبون يجي يفتح العلبة بدل ما يلاقي سلمون فيها يلاقي سردينة مثلا على سبيل المثال، فإيش موقفه راح يكون؟ يقول أنا دافع حق علبة سلمون ويطلع لي في الآخر سردين. أوكي، طيب ناخذ مثال تاني. مثال تاني هنا، بس المثال هذا انه انا في عندي تو كلاسيفاير، كلاسيفاير اي 3% وهنا 5%، بس شو الاختلاف؟ الاختلاف انه الديف والتست من نفس الديستريبيوشن، ما عملت اشي، تمام؟ ولكن انه اليوزر ايمجز المستخدمين عادة مش محترفين في التقاط الصور، فممكن انه الصور تبعتهم تكون بلاري. ففي هذه الحالة بدي اخذ بعين الاعتبار مش الايرور بس، بدي اخذ بعين الاعتبار انه الكلاسيفاير اللي روبست اكثر في تصنيف البلاري ايمجز هو اللي بدي اعطي له، يعني اعدل المتريك عشان انه هو اخذ هذا الكلام بعين الاعتبار. تمام الامور لغايه الان؟ طيب نيجي الان للهيومن ليفل بيرفورمانس. لاحظتوا انه في اول سلايد مثلا حكيت انه 90%، 90% أنا بدي أحسنها. ليش بدي أحسنها؟ على أي أساس؟ ما لها 90%، تمام؟ فدائما بده يكون في عندي مقارنة للماشين ليرنينج موديل بالهيومن ليفل بيرفورمانس. إيش هو تعريف الهيومن ليفل بيرفورمانس؟ إنه الهيومن في عنده يعني أداء، يعني نسبة أداء معينة في التطبيقات تبعته، في التطبيقات اللي ممكن انه الماشين انه هي تتعلم عليها. عادة يفترض انه الهيومن بيتفوق على الماشين. في المنحنى هذا ايش بتلاحظوا؟ انه هي الهيومن ليفل بيرفورمانس، هذا الخط، هذا هيومن ليفل بيرفورمانس. بتلاحظوا انه التحسين عادة بيكون بشكل سريع، تمام؟ لغاية لما نصل لهيومن ليفل بيرفورمانس، ساعتها انه بيكون التحسين بوتيرة أقل، يعني في تحسين ولكن إنه بوتيرة أقل، لغاية لما نصل لمستوى اسمه الـ Best Possible Error. معنى ذلك إنه هل ممكن إنه أنا أتفوق على الـ Human Performance مثلا في تاسك معينة؟ هل وارد هذا الإشي؟ هل الماشين ممكن تتفوق على البشر في تاسكات معينة؟ حسب الصورة إنه في أي تاسكات؟ هنشوف ايش هي التاسكات هذه. يعني على سبيل المثال الاونلاين ادفرتايزنج،
الماشين، يعني هذه كلها structured data بشكل عام. ال structured data الماشين بتتفوق على البشر. ليش؟ لأنه الماشين عندها القدرة، مع إنه بتاخذ بعين الاعتبار، يعني تخيلوا إن أنا في عندي تيبل في 11 عمود أو في 13 عمود، أنا كهيومن بدي أجي أطلع على ال 13 عمود هدول، بصير صعب علي إنه أنا آخذهم كلهم بعين الاعتبار عشان أحدد ليبل معين. بينما الماشين تاخذ هدول ال 13 عمود بشكل يعني بشكل شامل، بحيث انه هي يعني اقدر انه انا اتنبأ انه اليوزر حيعمل كليك على الاعلان او لا. البرودكت ريكومنديشن، ايش البرودكت ريكومنديشن؟ توصيات. مثلا على سبيل المثال اشتريت جوال، ايش التوصيات اللي انا ممكن انا اعطيها للمستخدم؟ اكسسوارز للجوال بهذا الشكل، انه بناء على تمام. وفي العطور يعني لو بده يكون في عندي هيومن ريكومندر، الهيومن ريكومندر اللي هو بكون الشخص اللي موجود في متجر العطور، كيف؟ لا لا لا، بده يعمل لي ريكومنديشن للعطور. يعني انا رحت على محل العطور قلت له انا بدي اشتري عطر جديد بس مش عارف ايش هو، بده بيبدا يقترح علي. كيف؟ ماشي، بس انا محتار ايش المفترض ان انا اعطيه. ايش في شغلات كمان؟ ايش كيف خليك كمان؟ ممكن انه هو يسألني انه ايش العطور السابقة اللي انا كنت استخدمها، فبناء على العطور السابقة بيقدر انه هو يعرف ايش النمط. كذلك ممكن يسألني اسئلة ثانية ملهاش علاقة بالعطور، انه انا بلعب رياضة بلعبش رياضة، عادة الرياضيين بيحبوا نوع معين من العطور، بس مهما كان اللي بيشتغل في المتجر مش حيكون اشطر من الماشين، لانه الماشين تاخذ البروفايل تبع المستخدم والهيستوري تبعه والمعلومات تبعته كلها بعين الاعتبار عشان تعمل ريكومنديشن لعطور افضل. برضو كذلك الخدمات اللوجستية اللي هي يعني النقل والتوزيع، يعني مثلا انه ايش هو افضل مسار للتوزيع او شغله زي هيك، لانه في معلومات كثيره بتكون المشين افضل في البريدكشن لهذه الشغلات. برضو اللون ابروفال، اللون ابروفال انه بيكون عاده معلومات البروفايل تبع المستخدم انه ممكن تكون المشين تطلع عليها بشكل اشمل من الهيومن في هذا الاطار. بينما الشغلات اللي ممكن يتفوق فيها البشر اكثر اللي هي تتطلب هيومن انتليجنس اكثر، زي مثلا السبيش او الايمج ريكوجنيشن. يعني ممكن يكون انه الماشين انه هي تعرف ايش محتوى الصوره او توصف الصوره صعب بالنسبه لها. انا بالنسبه لي او بالنسبه للهيومن بنظره واحده ممكن اعرف ايش محتوى الصوره واوصفها بكلمتين. تمام. فهي المجالات لما اشتغل مع صور وصوت الهيومن بيكون افضل، مع انه في بعض الاحيان انه بيكون انه الماشين انه هي بتتفوق يعني في هذا الاطار. طيب نرجع لمرجعنا هنا. معنى ذلك انه في عندي بعض الحالات او بعض التطبيقات انه الماشين ممكن انه هي تتفوق على الهيومن، بس بدنا نكون عارفين انه مش راح تكون الاداء تبعها مش بعيد عن الهيومن. واضح يعني من هذه الرسمه ايش المقصود في هذا الاطار. طيب حكيت ليش لازم انا اقارن بالهيومن ليفل بيرفورمانس، يعني بمعنى اخر اي ماشين ليرنينج موديل انا بعمله ليش لازم اقارنه بالهيومن ليفل بيرفورمانس؟ عشان اعرف انه الماشين ليرنينج موديل هذا بعيد ولا دقيق ولا مش دقيق. تمام. لانه احنا بنحصل على الليبل ديتا من الهيومن. تمام. وكذلك بستخدم الهيومن في الايرور اناليسيس. ايش الايرور اناليسيس؟ تحليل الاخطاء تبع الكلاسيفاير، انه ليش عمل مس كلاسيفيكيشن، ليش هاي الكات اتعرف عليها انه دوغ، شو السبب،
هذا الايرور اناليسيس. تمام. وكذلك عشان يكون في عندي تحليل افضل للبايس والفاريانس. البايس والفاريانس اخذناه سابقا للتاكيد عشان احنا ناخذ حاجه اسمها افويدبل بايس وناخذ الافويدبل فاريانس. احنا حكينا انه البايس اندر فيتنج والفاريانس بيكون في عندي اوفر فيتنج. هنا بيكون في عندي الايرور عالي جدا بالمقارنه بالهيومن ليفل بيرفورمانس، وهنا بيكون انا عندي الفرق بين التريننج ايرور والديف ايرور عالي. تمام. ناخذ مثال، لنفترض انه في الكرات كلاسيفيكيشن قديش الهيومن بيرفورمانس احنا ما يقارب 0%. تمام. في حال لما يكون في عندي هنا هاي فاريانس، ايش معناته هذا الكلام؟ يعني ممكن يكون عندي هنا في التريننج ايرور 1% والديف ايرور 10%، يعني هنا انه قريب من الهيومن ليفل بيرفورمانس، ولكن انه الفاريانس الفرق بين الترين ايرور والديف ايرور عالي. لما يكون البايس هاي، كيف ايش معنى هذا الكلام؟ يعني على سبيل المثال يكون انا عندي التريننج ايرور 10%، في فرق كبير بينه وبين الهيومن ليفل بيرفورمانس. تمام. والديف ايرور 11. في شيء فاريانس هنا، ولكن في بايس عالي. الحالتين هنا لما يكون في عندي هاي بايس وهاي فاريانس. ما هو لما يكون في عندي باينري كلاسيفيكيشن، بس انه في عندي كلاس اكثر من كلاس ثاني، في هذه الحاله ما بتطلعش على الاكيورسي، بتطلع على الاف سكور، لانه الاف سكور بياخد قديش توزيعه الاكيورسي في كل كلاس على حده. لا 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 لا، مش حكاية انه لها علاقة او ملهاش علاقة. المتريك هذا بغض النظر عن المتريك، احنا المتريك اللي احنا بنحكيه هنا ايرور ريت. لو انت بدك تاخدي اكيوريسي، وبدنا ناخد اكيوريسي متريك يكون مناسب لتوزيع كلاس انبالانسد، في هذه الحالة ممكن يكون الاف سكور، فبالتالي انه راح يبدأ المقارنة بالعكس، يعني راح تكون انه الهيومن ليفل بيرفورمانس حوالي 99.9%. تمام. والهاي بايس هنا راح يكون انه على سبيل المثال انه الاداء هنا 90% او 80%، بهذا الشكل راح تكون انه الامور بشكل معكوس. يعني هنا في هذه الحاله انه هاي بايس وهاي فاريانس ايش كيف ممكن يكون بالمقارنه مع الهيومن ليفل بيرفورمانس؟ هنا ممكن يكون على سبيل المثال 15% ايرور هاي بايس، والفاريانس انه ممكن يكون 30% مثلا. فبالتالي في فرق بين الترين والديف ايرور، وفي فرق بين الترين ايرور والهيومن ليفل بيرفورمانس. اللو بايس واللو فاريانس في هذه الحاله انه هنا لو كان انا عندي مثلا 0% ممكن يكون هنا مثلا الايرور تريننج ايرور نص، والديف ايرور 1%. هذا افضل موديل، لو بايس لو فاريانس، بهذا الشكل. تمام. طيب نيجي نحسب قديش مقدار الافويدبل بايس. هنا ارجعوا طلعوا معايا ايش عنوان السلايد، انه الافويدبل بايس احنا بنحكي انه البايس عالي، بس الافويدبل بايس بدي اقيسه قياس. كيف بدي اقيسه قياس؟ تخيلوا انه انا عندي الهيومن ليفل بيرفورمانس 1%، كان التريننج ايرور 8%، قديش الافويدبل بايس؟ 8 ناقص 1 7. طيب بالنسبه للفاريانس، هنا كان 10% الديف ايرور والترين ايرور 8%، قديش الافويدبل بايس عفوا فاريانس؟ 2% اللي هي 10 ناقص 8. تمام. معنى ذلك انه 7% هي اللي بدنا نقلصها. هذه يبقى في فرق، انا عندي 7% هي اللي بدي اقلصها، هذا التارجت تبعي 8 ناقص 1.
تمام، وهنا 10 ناقص 2، واضح؟ يبقى الـ avoidable bias اللي هو البايس اللي انا ممكن اقلصه، قديش النسبة، قديش المقدار هذا؟ 7%. كيف جبناه؟ اللي هو التريننج ايرور ناقص الهيومن ليفل بيرفورمانس، والفاريانس تريننج ايرور ناقص ديف ايرور. مثال ثاني، هنا 7% هيومن ليفل بيرفورمانس، 7% تريننج ايرور، 8. قديش الفرق؟ افويدبل بايس قديش؟ نص. والفاريانس قديش الفاريانس؟ 10 ناقص 8 2%. اوكي، يبقى هنا لما اعرف قديش مقدار الافويدبل بايس والفاريانس بقدر احدد هنا في هذه الحاله عايش حركز على البايس ولا الفاريانس، مين الاعلى، 7% ولا 2%؟ 7% حركز على البايس، هنا حركز على الفاريانس. ليش؟ مين اكبر، النص ولا الاثنين؟ الاثنين، واضح؟ يبقى هنا باستخدام الافويدبل بايس والافويدبل فاريانس قدرت احدد التارجت تبعي. بدنا نرجع لموضوع الاورثوجناليزيشن، معنى ذلك قدرت احدد ايش هو المفتاح اللي بدي احركه، هذا المفتاح ولا هذا المفتاح. وعشان ما توهش الامور معاكم هنرجع نلخص هذا الموضوع في سلايد لحاله. طيب عشان نفهم الهيومن ليفل بيرفورمانس، لنفترض ان انا في عندي هنا صور اشعه للعظام، بقدر انا كشخص مش متخصص مش طبيب بقدر احدد هل فيها كسر ولا لا؟ ممكن. قديش نسبة الايرور تبعي؟ 3%. اكيد طبعا بطبيعة الحال. اما الطبيب تيبيكال دكتور، طبيب عام مش طبيب عظام، طبيب عام 1%. طبيب متخصص سي اللي هو طبيب عظام يعني 7.7%. طب لو كان في عندي فريق من الاطباء المتخصصين من اطباء العظام ممكن انه يكون في عندي نص 0.5%، نص في المية. أكيد يعني في بعض الكسور ما بتكونش مبينة في الصورة، تمام؟ بطبيعة الحال في هذه الحالة إيش الـ Human Level Error؟ A ولا B ولا C ولا D؟ إيش الـ Human Level Performance؟ أول واحدة آخر واحدة D بالضبط، تمام. فبالتالي هنا بصير التارجت انا عندي انه انا ابني ماشين ليرنينج موديل يكون الايرور فيه اقل من او تساوي نص في المية، اعلى من هيك مش مقبول، واضح؟ ليش المقارنة مع الهيومن ليفل بيرفورمانس؟ شو الفائدة انه انا اعمل ماشين ليرنينج موديل والايرور تبعه اكبر بكتير من الهيومن ليفل بيرفورمانس، واضح؟ طبعا هذا مثال تاني في الايرور اناليسيس اكزامبل، هنا بركز على البايس وهنا بركز على الفاريانس، والسبب ايوه واضح امامكم في السلايد. هنا انا عندي 4 و1، مين الاكبر، 4% ولا 1%؟ اكيد الاربعه، فبالتالي هنا بركز على البايس، تمام. وهنا انا عندي 1 او نص%، فبالتالي هنا انا عندي 4، فمين اكبر، الاربعه ولا 1%؟ اكيد الاربعه اكبر، فبالتالي هنا بركز على الفاريانس، تمام. يبقى الملخص، ليش تحديد هذه الشغلات مهم؟ عشان احدد ايش المفاتيح اللي بدي اعملها تيونينج. يبقى هنا في عندي 3 مستويات، ايش المستويات هذه؟ اللي هو الهيومن ليفل بيرفورمانس، تمام، وله اسم ثاني اسمه بايس ايرور. البايس هي الكتابة تبعتها بايس، بايس ايرور، تمام. وفي عندي تريننج ايرور وفي عندي ديف ايرور. هذه المسافة حكينا بنسميها افويدبل بايس،
وهذه المسافة، عفوا هنا، هذه المسافة بنسميها avoidable bias، وهذه المسافة بنسميها invariance. طيب، عشان أتأكد إنه أنتم مركزين معايا، لما يكون في عندي bias بدي أركز على البايس، إيش الشغلات اللي أنا ممكن أجربها؟ معنى ذلك انه اذا كان انا عندي على سبيل المثال انه الهيومن ليفل بيرفورمانس 0% وجبت انا عندي التريننج ايرور 10%، ايش ممكن اسوي؟ ادرب على شبكه اكبر، او ادربه لفتره اطول، او استخدم اوبتمايزر مختلف. ولو كان عندي فاريانس، ايش يعني عندي فاريانس؟ معنى ذلك انه التريننج ايرور قريب من الهيومن ليفل بيرفورمانس، ولكن الفرق بين التريننج ايرور والديف ايرور كبير، كيف بدنا نقلصه؟ من خلال ايش؟ من خلال ايش؟ لما يكون في عندي فاريانس، ايش اتفقنا؟ انه بكون في عندي اوفر فيتنج. كيف بمنع الاوفر فيتنج؟ ريجولايزيشن، دروب اوت. منع الاوفر فيتنج من خلال ريجولايزيشن والدروب اوت. واضح ايش الشغله عشان تعرفوا انتم وين تتحركوا في اي اتجاه. هي الكلام هذا ملخص عندكم. في هذا السلايد. هاي في هذا السلايد. يبقى هنا لما احنا اتفقنا انه في عندي ثلاث مستويات، هيومن ليفل، بيرفورمانس، تريننج ايرور، ديف ايرور. هنا هذه المنطقة avoidable bias، هنا avoidable variance. لما يكون ال bias عالي ساعتها ايش المفتاح اللي انا ممكن ان انا اجربه؟ bigger model ادربه لفترة اطول، او better optimization algorithm اجرب مثلا RMS prop او ادم optimizer اغير في الاركيتكتشر. هنا انا عندي الفاريانس، ايش بسوي؟ بدربه على بيانات اكثر، بجيب انه بكبر البيانات، بس هذه مش دائما متاحه. تمام، فعشان هيك انه انا ممكن انا اطبق الريجولايزيشن، تمام، زي الدروب اوت مثلا، او اعمل داتا اوجمنتيشن، برضه تعتبر من اساليب الريجولايزيشن. فهذا هي الملخص، هذا هو الملخص. تمام، كيف؟ okay.